الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الحليب من غير حمل ينشر المحرمية؟ الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحليب الذي لم يثب عن جماع أو حمل فإنه لا عبرة له في نشر المحرمية فيما لو ارتضع منه طفل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بوجود الحليب بغض النظر عن سببه الذي ثاب من به، سواء أوجد من زوج أو من غيره، فإذا ثاب في ثدي المرأة العزباء شيء من الحليب ثم ارتضعه طفل 5 رضعات فإنها تعتبر أمه، لأن الأدلة إنما ذكرت الرضاع والارتضاع ولم تذكر سبب وجود الحليب في ثدي المرأة. وهذا القول الثاني هو القول الراجح إن شاء الله عز وجل، وهو قول الجمهور، بل ويكاد يتفق عليه الأئمة الأربعة، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فلو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية في مذهب الإمام أحمد هي ظاهر مذهبه، وذلك لأن الأدلة الواردة في شأن التحريم بالرضاع مطلقة، كقوله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: كان فيما أنزل من القرآن، وقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن إلى 5 معلومات. فهذه الرضعات المذكورة في أدلة الكتاب والسنة وردت مطلقة، والمتقرر عند العلماء أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فمتى ما ثاب الحليب الذي يرتضع منه الطفل بأي سبب كان فإنه ينشر الحرمة حينئذ. وبناء على ذلك، فإذا تناولت المرأة حبوبا تدر حليبها ثم ارتضع منها طفل من الأطفال فإنها تكون أمًا لهذا الطفل، ويكون زوجها أبًا له، ويكون زوجها أبًا له، ويكون أولادها إخوة لهذا الطفل، والله أعلم.